1700 ضد 1300 هذه والله المعركة. لذلك كنا كلهم ربع، كلهم ربع، كنا هذا رفيجي الحالة. أنا أسف المنظر، منظر مو معركة. طيب عشان قاعد يدورون حوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، وعندنا الحلقة الثامنة من سلسلتنا في المودات الجديدة. أنا وقفت سهامي هني وخليت المشاهد تحت، والعدو كاهو مو بعيد، نشوفه شوف العين. وهذول الأعداء كاهو والله قراب حيل. اوه هذول سلاب حبيبي، كلهم عندهم رماح يحذفونها. ربعي قاعد يشتغلون عليهم السهام والله ورا. فنرجع للنظره الاستراتيجيه، نشوف شنو قاعد يسوون ربعنا. مشاتهم يتقدمون، خيالاتهم قاعد تضرب خيالاتنا، قاعد تضرب مشاتنا، لكن مشاتنا دام انهم بالموقع هذا فيقدرون يتعاملون، يقدرون يرمونهم كذا رمي. انا اللي ابيهم بموقعهم هذا اي احد يقدر يرمي، اي احد يقدر يشوف له شيء، وبنفس الوقت يعني يمنعون الخيال انهم يتحركون على راحتهم. نذبح من هذول الموجودين، بس طلع ما بي اوقف فتره طويله. مشاتي الحين ورا ترى على فكره، فانا بندخل مشاتنا، زياده. عندك هذول، لا طلعوا اعداء هذول، عبالي ربعنا والله. الميزه بموقعنا انه هم اللي هاجمين علينا، فربعنا راح ما يحتاجون يتحركون فتره طويله. هذول ربعي يا الله، اخر ناس في المعركه واول ناس يموتون ولا يصمدون الفترة. جاهم جوهم جوهم ربعي، عاشوا هذول اعداء. اي والله اعداء، ودن شامبيون بعد هذول اللي مدحناهم احنا مع السلاف، تذكرون حلقة الفايكنج اللي لعبناها مع السلاف الشماليين. وين راحوا ربعنا؟ الا تراجع، سووا خط حرب ثاني. هذه المشكلة، خليت الكمبيوتر يستلم وخلاني ورا العدو. هذول اعدائنا ولا ربعنا؟ لا ربعنا. وشلون تعرف اذا رفيجك ولا عدوك؟ اما انك تشغل الشعارات وتشوفهم من بعيد مثل الناس الطبيعيين، ولا انك تلعب على النظام اللي يبيه يعني سوجي، والطريقه اللي انضبطنا فيها اللي هي انه تلعب على الاميال. طبعا في سهالات نقدر نشوف العدو، نقدر ما نذبح ربعنا بسهام، لكن وين المتعب هذا؟ طلع عدو ما يموت هذا؟ ليش صارت المعركة مرة ثانية؟ ربعنا كل شوي بينسحبون ولا شو السالفة؟ أنا الظاهر إني بفعل مود التقطيع عدل، يعني أنا حاطه على 60%، بس الظاهر إني بحطه 0%، خليه يقطعهم كلهم. أنا شوف حتى طقتي مو قادرة تخترق الأعداء كلهم. أوريكم السلاف. هذول شنو قاعد يطقوني أنا؟ يعني أعداء، أنا عارف اللي يطقني عدو، اللي يطقني عدو. ذبحنا عدمنا، وكنا ربعنا خسرانين. هذه المشكلة، فرق العدد هو اللي فرق وياهم، مو اخ للحين في جيش عندنا. هذه المشكلة ان احنا مرتزقة، لو ننضم مع جيش وضعنا اطيب والله، وضعنا يصير اسهل. فشنو نسوي؟ نعطيها اند باتل ريتريت، تمام نعطيها ليف، انسحبنا. هذه حركة النحشة، انا انسان اعرف انهاش، ايش اسوي؟ اعطيهم كذي ليف كينغدوم. انا غلطان اني انضميت لكم يا اليابانيين، نروح معززين مكرمين لا يأسروننا هذول مره ثانيه، نروح لابو داحم وزهل والله انه يهدي البل، مساك الله بالخير يا ابو داحم، دزولنا اسير دزولنا ماسنجر. افكر بالاسر من قبل، هذول بعد جايين 1800، لا اليابانيين رايحين فيها والله. نسيت بالخير يا السلطان ابو داحم، كيف حالك؟ ابي انضم وياك فور ذا رايت سم 300 تدفع عز الله من الكريم. هذاك يعطينا على 240 و270. هذه شخصيتنا، الاعداء عندنا هني. اخ خذوا حصن فلق بعد، وهني المعركه صايره، شهري قاعد يقاتل وزينوف بعد، السالفه لازم ننقذهم، بدر وشهري وزينوف، ربعنا هذول كلهم، كل واحد منزل له جيش. والله انكم ابطال، ناخذ جنود نفس الناس ونجي. خذوا حصن فلق، عز الله بياخذونا اللي وراه. ازهل بس. وصلت للمدينة، فيها أرينا، بنلعب الأرينا لأن عندهم بروسبيرتي. أخيرا جينا حق دولة فيها بروسبيرتي، يا أخي والله مضبطهم أبو داحم. زين، قطلنا الأغراض الموجودة هني، وعطنا العرب. وين العرب؟ سراسن، كل شيء سراسن. أيوه. بعد نسينا شيء، في شيء طوفناه شباب، في أحد متابع ولا تتكلون عليه؟ ترى الشوف ما السراسن ريكروت. آخر شيء عنده الإمورتال إنفنتري،
عنده ويكر شيلد وعنده امورتل ساب سيبر كله اسمه قوي، اسمه قوي سيف الخالد. وعنده هني شنو المملوك ازباد جارد، ازباد شنو ازباد جريد عندهم حلو، ورويال سذر مول كله 140 اللينك و119 الدمج، هذا قوي هذا قوي. والمملوك ووردن هذا خيال ريكيرف عادي قوسة عادي. الفارس وين عندنا فارس هذا شون تطويراتك سرس نيوث يصير أراش ريفرند هذا الرامي ولا سنتن الفارس أبي خياله. بس لحظة ما في بعارين هذول، حتى هذول ما عندهم بعارين. بلى بلى هقول أنا هقول نبي بعارين خلصت نبي نهجم خياله بعارين، وعندنا كتايب سهام عشان إذا غلطنا البعارين يصاب يصاب زين. هذول 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 خلهم رمات رمات شوية في البداية. هني المملوك سولجر، لا المملوك سولجر مو مهم، عطنا من اللي من اليمين الترايبز من هذولا وهم اللي يفرقون. نبي فوتمن، أبي 30 بعير على الأقل 30 بعير ونبندش البطولة وبنفوز فيها بإذن الله. إنزين شنو عندكم الأغراض اللي نقدر نأخذها؟ أرمرد لونج هورس، سذرن كاب هلمت والطوارق، شنو بهالة هذا؟ سكين، خنجر، أهجم على الرياجيل بخنجر، نأخذ لنا خنجر شو يمنع؟ والله شكله خنجر بعد مو سهل هذا. سكيب راوند عطنا حط الفلوس كلها الله وكيلك ضامنين احنا الفوز ان شاء الله. وعندي قوس بعد دجة وخذها. معلش رفيجي عاش ذبحنا الحين بنصعد فوق هذه بس بس عشان الناس اللي ويانا فيهم خيالة، وانا اخاف من الخيالة الصراحة يرموني بسهم بالغلط يذبحوني وانا مشغول فما نبي الشغلة هذه. نبي نذبح هذا وعنده ساطور، شنو سلاح هذا؟ حلو ذبحناه، باقي لي 4 سهام فلازم اني اذبح بالاربع سهام هذه. حلو ذبحنا، يا سلام عليكم كروسبو. كروسبو هذا من اللي نحبهم ولا لا؟ لازم نعبي. شيك وقفت، شيك وقفت، يعني عندي كروسبو جايني مشي، خذها براسك. لا ما عليك، خذينا الخنجر، خذينا اهم شيء ان خذينا الخنجر. كلين روت نايتس، هذا مو هذا إلدن رينج يا حبيبي، 231 لينك. وين واصل السلاح هذا؟ معلش شباب معلش، احنا بنلبس الدروع، دروع عربية اوكي. الدروع الدروع ناخذ هذا احتياط احتياط عشان الشباب اللي يقول اللي يصرون لازم نلعب العرب، ناخذ السلاح هذا حقه. ولا تدري شلون الخنجر هذا؟ هذا هذا العربي كاهو اي سادر ماستر وورك بادي ارمر. جنودنا اللي عندنا 60 جندي حلو، ناخذ هذولا وقلنا نبي البعارين، نبي البعارين. هذا شنو مملوك ريجلر؟ ليش عندي منه واجد؟ والله خيالة السهام حلوين، والله خيالة السهام حلوين. اخ بقيت غلط كرمشر اللي نبيه احنا، لا فوتمن لا اسف الحمد لله بغيت اجيب العيد جاي نبي بعارين. شنو صار 19 جندي جايين يقاتلون ويانا حياكم الله. شنو عدد 19 جندي؟ ما امورتال ارشر كلهم طورين اخر ليفل او انهم ربعنا وحنا طورناهم وانا ما كنت متابع عدل. بس بكلتا الحالتين يعني اتوقع ان عندنا، اتوقع ان عندنا مشات خياله بما فيه الكفايه وبعاري بما فيه الكفايه. انا قاعد اقول لكم نبي نطور، نبي شكلنا حلو، تلبسني كحفيه ما يصير. انزين نيو دريك نايت ارمر، هذا مو عربي، هذا عربي حط لنا اياه. ايه إيه لا ممتاز ممتاز، هذا هذا عرف عرف اللي راعي الخامة هذه أدل أدل وين وين موجود، أدل وين موجود، هذا عندنا بالكويت. إيرون جروي غري جويس غريفز ألت ولا كلجي وذ كفتكاري أنلاي، يلا 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 كليج، شنو كليج وذ كفتكاري؟ شنو الكلمة الوحيدة بينهم إنجليزية وذ؟ كان كتبت مع عربي ولا فارسي ولا كيف قاعد؟ معركة ثانية هذه، تغيرت الخريطة والله، تغيرت حيل وفي جواميس هني. هذا اللي أبيه أنا، أبي هيد شوت على واحد. هي تقعدين تصارخين عبالك ما نرميك. هذول كنا كلهم ربع، كلهم ربع، كنا كنا هذا رفيجي الحالة. أنا أسف أدعش رفيج أنت ولا عدو؟ إيش رفيج؟ شيخ عبدو كفو والله شيخنا أطرحهم. عاش
لا 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 رفيج 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 شيخ عبدي يا شيخ عبدي أبك لا تجيبه عندي طق هذا؟ لا لا أضحك أضحك والله مو سهل هذا الأحمر تسعة وستين هذا الأحمر هذا بليز الظاهر إيه بليز ذبحناه لا هذا شيخ عبدنا معلش معلش شيخ معلش يتشابه كل الماكب تشابه أتوقع أن هذا شيخنا صح؟ لا مو شيخ لا مو شيخنا طلع هذا شيخنا البطل عاش شنو أنت؟ والله بطل ما يمديني؟ أخي مرة ثانية ويانا؟ لا ضدنا الشيخ عبده لازم نذبح أول واحد وعندي المطرقة هذه هذا الشيخ لا سراسن اوه طاح هذا شي شي كبرت الموضوع ترى طقع اوه لا 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 شيخ عبده احمر ها اوكي وين هذاك هو حبيبي خرعتني مو تمشي وراي ان شاء الله ما تمشي وراي هذا شيخنا خذها ربيتك بقلبك انا اسف لا 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 شباب شباب شنو انت قاعد تحذف انت هذه طلقه مو طيح والله العظيم الكرس هذا هذاك ليش قاعد يرميني رفيجي جنبه رفيجي اذبحه اوش لي والله رفيجي اذا ما ذبحته ترى راح اذبحك لحظه هذه شنو قلتها غلط أبي أذبحك ولا تذبحه؟ آه طاح طاح أذبحه قتشة شكلي بيجيه بالمطرقة خلنا عبي أول شيء سنامي عشان إذا توحقنا شكلي بيجيه الحين بالمطرقة عاد اللقطة خذها أبو 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 إشلا يا الله يا مطرقتي هذه والله مطرقة تسب والله مطرقة زين 39 اخ شيخ عبدالله الحين موجود رحنا فيها انا اقول انه ما نفوز افضل انه ما نفوز شلون حشتني من قاعد تحذف انت حبيبي حاط درع حتى رمحه رمحه قوي فيه سريع حلو فاز سوجي سوجي افا الارشر اذبحك يا شيخنا يا الله انا نتقاضى لك منه الحين ها شوف 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 اخذها اخذها بس لا يكون عنده رمح اخ عندي كروسبو كنت رايح اقاتل بس انه طلع عندي كروسبو يعني معلش خلينا نكمل طريقنا عاد للحرب ابي الحرب وينها وين صايره وين مستعله يمين ها هذول نازلين عليهم حلو 216 كافين اتوقع 216 كافين خلينا نلتحق مع بدر ملك شات الاستعراض بالديسكورد طبعا شباب هذول كلهم موجودين عندنا بالديسكورد فاذا انت ما كنت موجود بالديسكورد ما ادري ايش قاعد تنطر لكن الديسكورد مكان نقعد نسولف فيه نلعب فيه ويحط لك بعد شخصيه فيه انت يا سوجي حق الناس النشيطين يعني بدر ضبطنا بصوره حق الثمبنيل يا استاذ بدر التحق التحق مع الجيش جوين ارمي 100 1000 جايب لك 1000 جندي عشان تذبح 100 مو 1752 على 139 ذبحوا منا 222 منهم 5 بس مني اوكي ماكو مشكله نسيت بالخير امير بدر كيف حالك 164 ترقيه عندنا ولا كثر لنا بعارين يا سلام هم يودونك بالجيش انت قاعد تشرب شاي ولا قهوه ولا اللي تشرب بعد انت بس المشكلة أن رحنا شمال البعارين ما تنفع شمال المعركة 438 ومع يعد يعني جايب بعارين بثلج وحصار معركة حصار يعني ما راح يقدر يركب بعيرة ما أدري إيش جاي وياه ما أدري إيش جاي وياه الحين حياكم الله شباب ردوا لنا ربعنا لا هم مو ما ربعنا هذول أوكي أوكي معلش شباب أنا ما شنو أصير خلني ماونتد آرشر خلني ماونتد آرشر ما أقدر أصير ماونتد آرشر شنو يلا نصير
ما في ماونتن دارشر اصلا، كلهم ما يبوني. من اكثر واحد هذا 88 عشان ناخذ المجد حنا. شارج ربعي هذا، شوف اخ وياي قوس بدون سهام شلون كذي. هذا شوف، هذا شوف هذا شباب قولي السيف، قولي السيف، هذا اللي يبيله مواد التقطيع، هذا يبيله مواد التقطيع رسمي. شلون تصعد، شلون تصعد وهو قاعد يمشي، شلون قاعد ويمشي بنفس اللحظة. الله يا اخي المفردات عندنا او الجمل، الجمل الفريزز يعني فاهم، ها الفريزز مو ماشية صح، بس ليش يعني لونهم اسود ما يبين عدل. ارفس هذا، ارفس هذا، ولا طق اف نفس الناس. اوكي خذها ربع، انتم عاشوا ربعي. لا هذا قاعد يطق، هذا في احد هنا؟ ما في احد، ها اوكي. لحظه لحظه شباب، شباب اللي يجي، لا هذا قوس عنده، خذ خذها 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 خذها. والله عنده ناس يحمون اللي تحت هذول. شباب شباب لحظه، في خطه، في خطه، ابيلي ابيلي حصى نسوي لعبتنا. زين لحظه بعد، عطني هذا، ما اقدر اخذ الجعاب هذا. الحين يصير عندنا سهام المفروض. من اللي قاعد يطالع، من اللي قاعد يطالع؟ احفظ اسمه، احفظ اسمه، وين اللي قاعد يحذفني؟ اي واحد اللي قاعد يرميني هذا. دشوا ربعنا، دشوا ربعنا حبيبي. ليش ليش قاعد، ليش قاعد تصدون طقاتي؟ اخ من المدرع هذا، سبعة دمج بس ولا ابيه هذا المدرع. صار طب سهم 93 صار، يا رب عبالي عنده قوة وشي درع معين مو موجود نادر طلع. لا عادي، عاشوا الربع، عاش. لا مو ربع، مو ربع، مو ربع. هذاك ربعي طلع، هذا عدو. المفروض اني اطولك، المفروض اني اطولك والله. عاشوا الربع، عاشوا، الله يعطيكم العافية. ربع عندهم كلكم، ها؟ اي زين زين، قاعد ياخذون اسلحتهم، قاعد يلوتون. اوكي. انا المفروض اني اسرع منكم انتم كلكم، بس وين الاعداء الموجودين؟ بالنص ها؟ اي اي جاي جاي، ما عليك ما عليك ما عليك، راح اقطع لك اياهم، تقطع. خليني اطلع من يسار. حلو، ذبحنا واحد على الاقل. شباب انا جاي عشان نحشى، عشان تقولون انتم والله قاعد نقاتل. اوف ايش صار فيك، ايش صار فيك يا الحبيب؟ ترى طقه عاديه، لا تكبر الموضوع. والله لا سلاحي هذا صار سلاح مفضل، صار سلاح مفضل، صار سلاح، صار سلاح. باقي واحد شباب، واحد واحد، كل هذول بس عشان تقوم واحد. ما حد مات من الربع، 8% ذابحين سبعة، حنا ما قصرنا، زدنا بالون هاند. لحظة السلاح هذا اللي عندنا ون هاند، شلون شلون ون هاند؟ شنو ون هاند فيه؟ المفروض نستخدمه بتو هاند. لوردلي فامباير سولجر لورد ارمر، ولا 31 ارمر عشان ما يعضك فامباير، ماكو فايده. هذا الفاين، الفاين زايد 4 عن كل شيء. تيولو دور، والله مو سهل هذا. كان عندي سهام، ليش ما رمينا فيهم؟ ها هذا، يا الله معلش تنحت، هذول بولت. هذا خشه طلوار احسن من الباله، حطه
المسألة إني حاط بولت مو حاط سهام، عشان كذا قاعد يقول أنا متأكد إني حاط سهام. طلع خطأ ما طبيعي، ترى هذه الأخطاء تحصل يعني، مو تقدرون تشيكون على كل شيء. سوجي بس لا بس ضحك ترى. بدر رحت للمدينة، الله يعطيك العافية، أعطاه أعطى ربعها أغراض بعد ما قصر. خذينا هذه، إحنا هني في ميزة تزيدنا 15 جندي، هذه بارتي لمت زيادة بعد. نبي نلذل الون هاند، وهذا السلاح الممتاز، السلاح العربي، نلاحظ انه سلاح عربي ونحدد سلاح عربي، هو اللي يسمح لنا ان نرفع مهارتنا اللي نبيها. هذه المدينة مالت ربعنا ولا انا اعداء؟ لاحظ انه ما في لوترات حتى هني، منظفين المنطقة الشباب. اوه معركة ضباب، هذا اللي بحسبه وحسابه، بنص الضباب يطلع لك 50 بعير وفوقهم فرسان، يعني فارس بعير، فارس بعراني. شنو الفارس اللي على البعير شنو قال له؟ نزيل ثلاثة فلومة كامل الأداء شارد طررت طريت روح يالا طلعوا رماد خيالتي بعاريني. احذف وما احذف. اف أربعة شباب، اف أربعة هذا لطقهم طقة واحدة تذبح ثلاثة منهم أربعة على راحتك. بهذول هني تحس بميزة التقطيع، هذا مود التقطيع انه شغال. الشباب يشوفون يقول هذا مو مره شغل مود التقطيع، لا هو موجود بس دروع الناس محترمه ترى اللي قاعد نقاتلهم، والدروع قويه يعني مو حاط لك الجنود اي كلام. فهذول لانهم فلاحين ومساكين ومعصبين طبعا يعني ماشيين زعلانين ترى الحين. خلاص ها خلاص احنا لاعبين مشوا. المعركة اللي توها خلتني أشك بشغلة، البعارين شنو سلحتهم؟ أنا شفت بعير وجبته ما شيكت على سلاحه. عنده جابلن، هورس من جابلن، وهو راكب بعير، والثاني نفس الشيء. أوكي تمام كذي تمام، لأنه مو قاعد يطقهم سلاحهم، أخاف إنه ما يطولون. الله لا. يكون مقلب الصراحة سخيف للأمانة. وين العدو؟ أبي أجرب بعاريني ولا ليش قاعد تقاتلون هنا؟ ابو داحم جيب لنا حرب يسار. يقولون قاعد تمشي لقيت لك غابه غنيه بالهاردود فيها واجد، تامر 17 من الرياجيل انهم يروحون يجمعون لنا حطب. وافقوا، قال هذه فرصه زينه، وجمعوا بدون لا تشكوا. ما تحتاج واجد بس كميه كافيه ان عشان تشتغل على السميثي نقزه. يقول جاب لك 55 هاردود، يلا اشتغل. هذا تقدر تشتغل فيه بالحداد شوي، تطلع لك فليسات نقزة. يعني أنا ما كنت ناوي ألعب بالحداد، لكن هذه ما نقدر نصد عنها يعني عقب الحركة هذه، فنجمع خشب بعد زيادة. وين المدينة اللي عندنا؟ هذه سيرونيا. أبو داحم كريتيد نار منير مليون. ولا من هناك الشعار القديم عليك حركة السفينة، لأن ما تقدر تركب سفينة داخل اللعبة، هذا السبب اللي خلانا نختار شعار السفينة. الحداد شباب ترى في أغراض واجد تمام، يعني زيادة عن اللي تعرفونه. إذا تقعد تكسر ما راح تخلص. هني عندك وين اللي نبي إبك سورد، شوفه شو شحلاته. أي سلاح هني تجيد تلقى لك، شوف زول يودو يا أخي، أشياء جميلة. كاتانا مدممة هذه، لا ما نتعبد خلاص. اوه هذول اللي ندورهم من اليوم. تعال احنا 200 ضد 432، لا ما بيتعبث وياهم، ما بيتعرضهم. ليش؟ لان نهار الحين وثلج، ابي شويه وقت يمر بعدين نجيهم. مخرعين هذا ابو 100 تشوفونه، كل ما طلع شافهم نحاش. 432 اي كذا اوكي، نهار شوي ولا شدنا الاعداد عاد 300 متر من اسرع واحد، اي كذا عشان نشوف من اسرع واحد بالمجموعه. بتوقع اني راح اسبقهم كلهم انا، بس والله كنا تنيننا مو نفس سرعه الناس الثانيين. ليش واقف على حد اللعبه يا شباب؟ كنا حد الخريطه هذا. خذها ما تسوى علي يموت من بزنس. تدري شلون؟ خلينا نشوف اذا نقدر نجيب لنا رقم حلو. خلنا ننزل لهم بالسيف هذا الطويل.
هون على الرقم يا شكل نقطعكم كذي شباب. مود التقطيع هذه ميزة على البزل ما ينفع ضد الكبار لأن مثل ما قلت لكم 60% حاطة بس إنه ما يأثر 60% إلا إذا كان الدرع حيل سيء. لكن شوف واخر واخر شباب شباب غثيتوني والله قاعد يقطعون علينا ذبحنا. إيه هذا اللي نبي نشوفه. إيه هذا اللي نبي نشوفه. اللستة اللي تترس الوجه كذي خصوصا السلاح اللي عندنا هذا. يا سلام عليك يا سلام عليك. إيه أنا قاعد ألعب مودات سوجي حق الأسلحة هذه اللي تخليك إنك قوي بس إنه قاعد لنا بمود اللي صعب اللعبة فإحنا حط حراتنا بلوترات. ها هذول ما يضرون. وخشنا زين. أوه ذبحنا لنا واحد. تمام خلصنا مهمتنا هذه 40 ريناون. خذينا انفلونس عشان ناخذ معاشات من ابو داحم نقزلها عليه وخذينا مهارات وصلنا 250 ليدرشيب. هذه ممتازه يزيدنا واحد كومبانيون ويزيد عندنا 10 بارتي سايز ليمت ونقدر نحط لنا بارتي زياده. فهذه بوقت الحرب وبوقت الشغل يعني عقب ما ننظم حق مملكه راح يصير هو الاساس مالنا. وهذه الشغله الثانيه اول مره يقولوا لك ترى راح تموت راح يشيل الموضوع هذا ويزيد دمنا 5 بعد يعني كذي ما راح نموت. المفروض دمي 166 ابو داحم الله يهداه سوى سلام مع الفلاندرز. الحين ما عندنا معركه ما عندنا حرب فنبي لنا حرب لهالسبب نبي نروح حق شمال ونوصل حق اراضي اللي هم التيوتونيك اوردر اللي هي الجهه اليسرى هذه. ليش نبي ننضم ليش نبي نوصلها فوق عشان نبي ننضم اكيد واضحه. وحركت عليكم انا السالفه صح كنا حركت عليكم صح بس ان نبي نروح السبب ثاني ان عندهم حرب مع السلافز. اخ انت تحربهم مع السلافز لقيت فيها بطولة. خلنا نلعب البطولة اللي هني على ما تعلنون على ما أحد يعلن الحرب على الثاني. حتى البطولة يوم وصلنا لها خلصت. يا جماعة شنو ما في حروب بالعالم. خلنا نروح مارونات يمكن عندهم حرب يا طيب. ما في أحد محارب الثاني. نبي نبي الدول اللي ما انضمينا لها اللي هي الجريس اليونانيين ما في ما عندكم حرب. التيوتونيك ما في حرب. فلاندرز مع التتار بس على ما نوصلكم أجيت إنكم بتسوون سلام بعد. العرب سلموا ما في حرب. يعني حالياً الوضع سلام وأمان والكل العالم عاشوا بأمان وطمأنان. بس بجرب بعارين هنا. جايين منطقة مو منطقة بعارين بس بجربها. هذول أوه هذول الحالم يبي لهم سالفة. الحالم يبي لهم حلقة هذول. هذول اللي بيخلونا نجرب جنود. تعال 430. بس بحاربهم صبح نهار نهار. اوكي ليفرس هم اللي هاجمين علي هم اللي هاجمين علي شباب. انا قررت اني اوخر عنهم لان الويتشان ويانا وصار جيشنا واجد بس ما خلونا. شباب لي فترة انا وياي شيء ودي اني استخدمه بس ما حصلت الفرصة المناسبة. حلو اتوقع ان هذه هي الفرصه المناسبه عشان نستخدمها. فالحين بنوصل الاعداء اول شيء ونبي نشوف شنو نقدر نسوي في الحركه هذه. للاسف مطر فما راح يساعدنا من الناحيه هذه لكن نجرب. هذول الاعداء كاهم خذوها طلعت طقه واحده عبالي نفس اللي قبل اللي طشرتهم كان كنت تذكرونها. هذه كرة اللهب الله وكيلك لأن تعرفون إحنا متخصصين في نظام الكاتون ما أدري شو اسمه مال ساسكي مال الأوتشيها عائلة الأوتشيها. إحنا تخصصنا أوتشيها ترى شباب. شاف 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 أنت سوالفك اللي بالها داعي تعال طق 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 بس والله قاعد يقطع. أنا استانس على السؤال هذا، استانس على التقطيع هذا. حيل جوي، حيل جوي. ربعنا دشوا بعارينا، طقف 10، خلينا نشوف الحرب، بس التقطيع. أوه ربعنا هذول. وين بعارين؟ أوه موجودين البعارين. عاش سيد بعرور. اكله، عض. يا أخي ما في واقعية.
المفروض البعير يعض العدو. تضرب مرة. وين السبارتن وما أدري. بس والله دروع من الذهبية هذه حيل عدل. حيل عدل. وين أنا؟ وين شخصيتي؟ يلا قاعد تربي بالسهام ها؟ ولا ماسكين 97 جندي هذولا. كينجز غارد أخ شنو هذولا؟ سبارتن ما أدري شنو. الحريم في تهديد من بعض الناس يقولون يبون جيوشنا تصير كلها حريم. انتم ايش رايك بالموضوع هذا؟ انا الصراحه ما اشوف انه موضوع جيد. ما اشوف انه موضوع جيد كلش. شنو هذا بالانس سبارتن سبير؟ اخ هذا الغرض خلها على جنب. لو صرنا معاهم ناخذ اغراضهم هذه. وينها سبارتن لثنوراكس؟ شكله مو قوي بس خله مقفول عندنا. تعال حق هذه. وين الاغراض؟ سبارتن شيلد جولدن تب 42. يا لا مو شيء. وين اللي هني؟ هذا بالانسد. هذا شكله هو الجبار على اساس السلاح اللي عندك. تعدلت علاقتنا مع الناس. زين احنا بنعدل علاقتنا مع الناس بس نبي حرب شباب. مملكة تيتونيك عندك حرب؟ لا. غريس عندكم حرب؟ لا. اوكي في بطولة على الاقل. شيء ونيس نقعد نقاتل ننافس. خلينا نروح حق التيتونيك. ابو داهم عندك حرب؟ لا بعد ما عندك حرب. اتوقع يبي لهم وقت بعد عشان الكول داون. احنا حاطين لنا كول داون معين. واحد زدنا هني وصلنا ل 15 نقدر نشيل جنود زياده. نبنلف حق عند التيوتونيك اللي هم اصلا ودي اني انضم لهم ايضا قبل. يعني دام ان عندي الجيش ودي اني اجربهم بجيشي الجديد. بس ابي لي حرب. ابي لي معركه قويه نلعبها لحالنا. اليابانيين تلقى عندهم حرب يا اخي. والله انهم ابطال اليابانيين. شباب هذا شنو السلاح هذا؟ هذا شنو 208 هيلو سايت. هذه البطولة لازم نفوز فيها. والله المنظر مو طبيعي. طالع الماي شلون قاعد يصب. يا سلام عليكم. بس هذا 100 بولار جماعة. بيه هذا توقع يطق من يمين. ايه يطق من يمين ليسار. وين رفيجي؟ وين رحتي؟ اصبري رحت بعيد. انا عاشت. شو سوى فينا هذا؟ سلاح شنو اللي عندك انت؟ هذا سلاح لوبو وغلب رفيجاتنا بعد. والله بطل. ودي اعيده بس عشان اخذ السلاح. السلاح ما يسوى. ما اخذناها بيدنا ما نبيها. نبي نغتنم الشيء بيدينا. نحن اللي فايزين. الا معركه عاديه كذي نخسر فيها نرجع عشان ناخذ لنا لوت. ليش اتوقع ان نضيع المتعه بعد شوي من تغلبون الكرفان. انا ما راح اتعرضكم وانتم قاعد تطقون الكرفان لكن من تغلبونه راح اذبحكم. لا ليف انا قايل لك من تغلبهم راح ما ابي اصير انا انسان طيب. ابي اذبحكم بعد ما تخلصون من المعركه. ما شاء الله يا اهل العشب يرعون بعارينا. ها اخ وانا عزف اقول لك اهم قرب ما يمديك بترعون. انا اسف صراحه. طيب يعالج بعد. ايش قاعد تاكل؟ شار روح يا الحنج. كنا يرمي هذا احسن منه. اتوقع يرمي احسن منه. رمي ثاني صارت بربعنا. رمى السحر على طول. ودي لو ان الطقة هذه تطق. شنو دمج الماونت مالي 30 و20 15 قلنا ضعاف بس عاد مو لهالدرجة. اتوقع لو انزل من حصان افضل لي لان حتى لو اخذ لي شوية خبرة بس عشان ازيد مهارة الاثلتك بعد زيادة.
بس شوية خبرة. هذول ربي بعد اللي قاعد تجي. أوه كام فهم. من فوق من فوق. معلش معلش أنا قاعد أشوفكم تحاولون تدقوني. والله سهلين هيدس. طقيت رفيجي. هذا عدو. ليش حاط درع؟ زين لا تحط درعك، لا تحط. انا اوريك، ابرميك مع رجلك، ابرميك مع رجلك. واخر رفيجي اذبحك مع رجلك، هذه قمة الاهانة. انت ليش قاعد ترمي وياك؟ 72 ما يموت رفيجي. 75 ريناوم، جبنا 52 يعني طالع وين وصلنا. بلشنا بالثلاثميات، ها الاثليتكس 300، الرايدنج 300، الون هاند قاعد تصعد قريبه بعد. ما حد من ربعنا مات، ها والله كفو، والله كفو. يلا عليهم شباب. اوه يقدرون يشوفون من هني. ابي الفاس، ابي الفاس. الحين طقينا بهذاك. اوبا والله الفاس قوي. اقدر انقز؟ هوبا اي والله اقدر انقز. شباب يا ويلكم، خذها خذ. انا غلطت في غلطه، انا غلطت. جاك جاك البطل. عاش. انا اذبحكم بعد يا برون وبليا. بس شنو الدروع اللي عند اخ؟ شنو السلاح هذا؟ يمين من يمين ويسار بعد وسريع. بس العدو كنا عنده رينج، والله كنا عنده رينج. اي عنده رينج اخ. انا عندي رينج بعد. راح فيها طب خذها على راسك. والله الرمح هذا يا اخي جبار. الرماح الصينية هذه اللي ما ادري شلون صايرة. سرقون ذا الون، يمكن نجيبه ويانا قاعد الحالة. ما تسوى الحياة، الحياة يا اخي بدون ربع ما تسوى. يعني شوف الحين حياتي انا، لان رفيجي قاعد ورا. ايش قاعد تسوي؟ لايكون ذا الون. انا بجيبك وبخليك وياي. نكبتني وخليتني اروح. تبي تعال لا تخليني لحالي وياك. انا بذبحه بس، او اذبحها جناب. بس عاد انت ان شاء الله تنفع. ماكرون هذا؟ لا مركون، عبالي رئيس فرنسا. كله وصل هني. اخ شنو سلاحي هذا بعد؟ لا طلعت ال من اللي طقنا هذا؟ انا وياك سرقون. شكلك تحب الرينج انت حيل. يلا اوكي يا الله. سرقون طلع بنت يا لا درع لا أسلحة لا رمي نفس الناس. هذا شنو السلاح حبيبي؟ ليش كلهم عندهم رينج وانا بدون رينج؟ صدق كأني فلحت يوم اني غيرت الرينج. والله ايوه كأنه فلحنا. والبولارم عندي صاير زايد حيل. وخذينا هذه البطولة وفزنا بهذه. الله يعطيكم العافية شباب، مشكورين على المتابعة.